أهلا بكم وسهلا بكم أعزائي الطلبة في موضوع جديد، نكمل فقط تجميع، نضيف حلقة مرنة، حلقة إسناد وصامولتين من الجهتين لضبط المدحرجة بهذه الطريقة الصحيحة. نذهب إلى مكتبة تول بوكس، نختار ويشر اللي هي حلقة الإسناد، نختار ويشر إيزو 7089 نموذج كبير، insert into assembly، نختار M16. لماذا M16؟ لأنه لولبة هنا M16. inside diameter قطر الداخلي 17 ملم والقطر الخارجي 30 والثيكنس 3 ملم. نضغط على OK. القطعة هي كالتالي، نضغط ميت، نختار تمحور ثم إسناد على سطح المدحرجة. نقوم بتكرارها طريقة السحب والضغط على كنترول لتكرار الحلقة المرنة. نضغط على ميت سطح، ميت سطح ثم سطح هذا ثم سطح الإسناد مع سطح المدحرجة. بقي لدينا فقط الصامولتين. صامولة نختار مكتبة المدحرجات، نختار رينج نات هيكزا، نختار صامولة عادية. هناك نختار هذه الصامولة، هذه insert into، ونختار M16 ثم الضغط على OK. أين هي؟ ما هي؟ نضغط على ميت ثم سطح نلاحظ أن المدحرجة عفوا نلاحظ أن الصامولة لا تفي بالغرض، لأن القطر هذا يلامس الغطاء وهذا لا يصلح. نغير نوع هذه تكفي بالغرض. نكرر الصامولة بطريقة هذه، طريقة السحب والضغط على كنترول، التمحور ثم الإسناد بهذا الشكل. فقط للتوضيح فقط نختار لكي يكون الرسم صحيح 100%، نضع هذا السطح يوازي هذا السطح، على ما أظن أننا أنهينا من ميكانيزم. بقي فقط إضافة الخابور وتصميم عجلة مسننة.
وهذا في درس آخر بحول الله. المسنن في الحلقة القادمة يكون بهذا الشكل. قطر المسنن لديه 30 سن وقطره 128، القطر الخارجي 128، والسمك نجده من الحساب طريقة بسيطة جدا. على ما أظن كفينا ووفينا بحول الله في تصميم الميكانيزم البسيط هذا، وهو عبارة عن ميكانيزم لوضع العجلة المسننة هنا وعملية القياس والمراقبة. بنفس الطريقة تستطيع إضافة براغي التثبيت للغطاء ببرغ سي ار سي من مكتبة، تجد هنا البراغي وتحاول أن تجد نوع البرغي الذي يصلح للتصميم. هناك عدة براغي وهذا هو البرغي، سأحاول معكم ام 8 على ما اظن. اين هو؟ تستطيع نقوم بوضعه بهذه الطريقة، ميت وهذا السطح مع هذا السطح، والبرغ عبارة عن من نوع سي ار سي ويثبت او يركب بمفاتيح بلان. سنلاحظ كيفية فقط تموضع المسنن هذا الشيء. هنا المكان هذا الفراغ هذا هو عبارة عن بعد شرط للتثبيت. لما نقوم بالتثبيت البرغي يمكنه سحب الغطاء أو الضغط على الغطاء والضغط على المدحرجة ويكون التثبيت صحيح. سأحاول أن أضبط في إعدادات البرغي، نقوم بإضافة هكذا طويل جدا، لا يفي بالغرض، نتركه 12 هكذا. يفي بالغرض، وتكرر نفس العملية بنسخ والسحب وتثبيت كل البراغي في الأسفل. في فرصة أخرى وفي موضوع جديد بحول الله كما قلت لكم نكمل تصميم القطع الأخرى والذهاب إلى تصميم ثنائي البعد.